نسرق نقتل ما بنعمل. إن الله إن الله. أكيد لو من منظم كان وضعي غير هيك، كان عم بشحد. لا بكفين ولا شيء، ولا ملتزمين مع حدا، لا منقبض لا منفتح ولا غير فتح. اشتغلنا كنا نشتغل ممنوكة، يعني نشتغل أعمال حرة بالدهان بالعمار بالصب بالشغلات. يعني بروح الشغيل على الليمون 5-6 آلاف بطلع، بس هذا هو البطلع. وبروح كمان أمرار بيرجع. تتأقلم الواحد حسب معيشته، يعني قديش انت فيك تطلع بالنهار 20 ألف تتأقلم بال20 ألف، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بقعد يمكن ياكل خبيث لوف اي هاي شيء، يعني اذا كيلو لحمه ب 50 ألف 60 ألف، كيلو دجاج ب 20 ألف كمان. على الله قول على الله يا عمي، ما بتكفي ال 10 آلاف. يعني شو انت هسه روح جيب جالن زيت حقه 100 ألف 110 ألف، 10 أيام تلاقيه خلص، بدك واحد تاني. ربطة الخبز صاروا يشيلوا منها رغيف يا عمي هنا بالمخيم. صار بده الواحد 100 ألف لحتى يكفيه في اليوم إذا عنده عيلة. تجي على الجمعيات بتوزع، بتوزع للي إله. يعني الحمد لله رب العالمين. والتوزيعات هون كلها أشخاص أشخاص بس، يعني توسعت بس ناس وناس، يعني مش كل العالم. الله بيساعدنا بس كل ناس إلى ناس والمخيمات وين ما كان محصبيات، ناس بسمنة وناس بزيت من الآخر.